أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو الصحيح الراجح في مسألة الإسراء والمعراج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي بالجسد أم بالرؤيا؟ وكذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام، هل هي بالعين أم بالفؤاد؟ الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بالبدن، لا بالروح ولا برؤيا المنام. أسرى بعبده ليلا إلى المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد يشمل الروح والبدن. ما تسمى الروح عبدا ولا يسمى البدن عبدا بدون الروح، لابد من الاثنين، ما يسمى عبد إلا بمجموع الروح والبدن. وأيضا المعجزة ما تتحقق إلا بهذا، لو كان الإسراء رؤيا ما تحققت المعجزة، الرؤيا كل يراها، الرؤيا ما ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسراء بالروح فقط ما عليه دليل، هذا يخالف ظاهر قوله تعالى: أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أن تقول والله جل وعلا يقول أسرى بعبده وأن تقول أسرى بروحه، مخالفة لكلام الله عز وجل. فالحق أنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه، وهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. واللي يقول أنه بروحها أو ببدن أو رؤيا منام هذا ضلال ونفي للمعجزة، لأن فيها الآن، وكذلك من قبل الآن، المعتزلة والعقلانيون اللي يعتمدون على العقول ينكرون المعجزات ويجعلون الأمور عادية ويؤولونها حتى تصير عادية. هذا ضلال والعياذ بالله، ولا يجوز هذا. هذا بالنسبة للإسراء والمعراج. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، الغالب أنه يأتي إليه بصورة رجل، وكثيرا ما يأتيه بصورة دحية الكلب رضي الله عنه. ورآه الصحابة، دخل على الرسول رجل، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، رأوه رجل، هذا هو الغالب. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية، على صورته الملكية، له 600 جناح، رآه مرتين، مرة وهو في بطحة مكة، وهو في بطحة مكة رفع رأسه فإذا جبريل بين السماء والأرض على صورته له 600 جناح، كل جناح سد الأفق. هذه واحدة. الثانية: ليلة المعراج رآه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مرتين فقط، مرة في الأرض وهو في بطحة مكة، ومرة وهو فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى على صورته الحقيقية الملكية. وهذا في القرآن ذكر الله أنه رآه مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى، ورآه ببصره صلى الله عليه وسلم، رآه ببصره، رؤيا عين. نعم.